إن الناس لا يعتنقون أمراً لا يطمئنون إلى القائمين به، فإنهم يريدون منهجاً وناهجاً. ينبغي على المصلح أن يهتم بفتح باب الانفتاح على الآخرين، إذ في كثير من الأحيان قد لا تستعد سائر الفئات للانفتاح على المصلح. إن الدنيا دنيا الأسباب، فمن أخذ بها وصل إلى النتائج مؤمناً كان أم كافراً، أما الآخرة فهي خاصة بالمؤمنين.